أغاني وأناشيد الأطفال تعلق في بالنا من وإحنا صغار لين وإحنا كبار، وإحنا نغني دوها يا دوها والكعبة بنوها ذهب الليل وطلع الفجر. صو 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 شايف القطة اللعب بولا بولا بالون بلب يوتيوبا يا لما. في أشياء تعلق في الدماغ إحنا نحبها، لكن المشكلة لما تبدأ تصير مرة مستفزة. الطفل ما يعرف انه هي بتستفزك فيسمعها 600 مرة وهي مرة مستفزة. معاكم صهيب قدس، وخلينا نستعرض لكم توب 5 اغاني اطفال مستفزة جدا. مشكلة الجيل الجديد يعني ما يعرفوا هذه الاشياء والعادات. من المفترض انه المفترض لابد نعلمهم هذه التعاليم والقيم القيم. ليوم الجمعة اعتمدنا في هذه القائمة على طرق كثير للاستفزاز، سواء إذا كانت الكلمات، الألحان، المؤدي نفسه، تكرار الأغنية، في وسائل مرة كثير. شفت الفرق؟ بينما استثنينا من هذه القائمة أغاني الأطفال اللي طلعت في أفلام أو برامج أو مسلسلات. وهذا الغاي يلا. أنا أبريق الشاي. في المرتبة الخامسة حصالتي ليها كرش للبلبة. حصلتي ليها كرش. ليش ابغى اعرف اغنية عن حصالتي لها كرش؟ باين الفيرز اللي بعده ححط فيه كلمة قرش، عارف؟ لانه هو خلاص باين انا اخترت كرش عشان احط قرش. واحط تاني قرش وقرش على قرش. انا عارف انه الاغاني موجهة للاطفال وتعلموا انه حط قرش على قرش عشان تسوي فلوس وتروح تشتري العابك والمص. ليش توريني قديش انا فقران؟ ليش تقهرني انه ابويا قاعد يديني مصروف قليل؟ هذا بالنسبة للطفل. بالنسبة للاب، حصالتي ليها كرش وحط قرش فوق قرش ويسوي لي هذا لكن ما افتكرش اي حاجة فيها قرش. يلا يا قرش. ده كبير ولا ما كبير؟ ما يعرف ايش الذل ده. حط حبة فوق حبة 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 حبة. ايش الفلة اللي حسويها؟ حشتري اوراق وقلم. ليش؟ ما حجمع مصروف عشان اروح اشتري كراسة. اشتري نظارة لتيتك وهدية جبتو كاسكتة. لا ماني مشتري لها تيتا هدية، تيتا هي اللي تجيب لي عشان انا مفلس. يقول لك انا بحط قرش فوق قرش، كيف انا حجيب لها هدية؟ في المرتبة الرابعة بابا فين لفري بيبيز. اوكي سوينا واما اللي هي باك ستريت بويز، سوينا فور كارتس اللي هي سبايس جيرلز، ايش في شيء نقدر نتغلب بيه على الامريكان؟ فري بيبيز. نجيب بزورة صغار كان جمعهم يلا حبيبي غني، والتارجت اودينس هم الأطفال. الأغنية هذه نموذج للتكرار كده، كانت في بداية الألفينيات من كتر ما يشغلوها كبار وصغار وينطربوا. ترى مرة مستفزة. عمو 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 شفت حصل لي إيه؟ عمو 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 شفت جرالي إيه؟ العم اللي قاعد يتصل عمو 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 ها صوته مستفز. خد لا تكلم لا تكلم اسكت، ما حد ما ادري ليه جابوك تغني اصلا. وكمان بزورة مستفزين يعني، عارف اللي هو عمو 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 شفت انا حلوة ازاي؟ لا غلط، لا تسوي كذا. شوفوا شفتوا كيف منظري وانا قاعد ارقص؟ يعتبر ده غلط، ما هو كويس للعين لما تشوف انا قاعد ارقص. نفس الشيء هذول البيبيز لما يرقصوا ما هو كويس للعين. المشكله ان الاغنيه بزوره قاعدين يطقطقوا على الاباء، قاعدين نفل على الاباء والاباء. ليه انا اعلم ولدي انه اسمع لما يتصل عمك فل عليه كده؟ اقعد كده اقول له بابا مو في وبابا هنا، واقول له توتا ايش سوت وبوتا حطت كده ونفل معاهم. يعني كاخلاقيات ما هي كويسه الاغنيه اساسا. في المرتبه الثالثه طائر النورس لقناه سنة. بعد نجاح الألبوم الأول لقناة سنة طفل والبحر، شيء مرة رهيب اللي ما كانوا يسمعوه إلا فارس ومشعل الجاسر، كيف فالين أمها في ذاك الجيل كذا بهذا الألبوم. سووا ألبوم تاني عن الطيور بعنوان طائر النورس. فوق شط البحر يجدو حين ضوء الصبح أشرق. يا سلام على الإبداعية، خلينا نسوي أغنية من أربع مقاطع كاملة عن يوميات النورس. تعرف اليوم من الفرز من الفرز الأول يا راجل خلاص انتهينا. في السماء يعلو يجول ثم يهوي تحت موج البحر لا
حيكون يعني؟ طار فوق وشاف العالم كله الحلو ونزل يصيد. اوه هذه مرة يعني تويست جامد انه ينزل يصيد تحت البحر. شوف خلص في فيرز واحد، لا هو مطل الموضوع، فصار يتكلم لك فوق الشط يعلو وفوق السماء يشدو وبعد ذلك يرى المدري ايش وبعد ذلك ينزل الى الماء ولكنه لا يغرق طائر النورس حلق حلق بالجناحين وصفق صفق صفق. انزنق خلص الموضوع ده، في باقي لسه باقي فيرس. قد رأته اليوم طفلا ارسلت في الجو قبلا. قام قال والله في طفلة شافت طائر النورس وارسلت له قبلة. يا عم ايش ده؟ خلاص يا اخي خلص الاغنية، ما يحتاج تسوي فيرس رابع، ما حد ضربك على يدك قال لك سوي فيرس رابع. وبعدين تعال دقيقة بعرف حاجة، طائر النورس حلق حلق، بالله مو احسن لو سواها طائر اللقلق حلق حلق؟ تعرف انه كذا يعني مشيك لين نورس يعني. امام البحر قد وقفا. بالمرتبة الثانية بابا نزل مع عشا لحلى الترك. يا عمي هذه قلة أدب هذه، يا أنا أعتذر للبلبة أول شيء، يا عمي نرجع تاني لموضوع الحصالة ونحط قرش على، شو اللي تعال يا بابا ونزل معاشها وتجيب مصروفها وادفع لي واشتري لي، شو المسخرة دي؟ بنروح الألعاب نصرفها كلها، بابا بيتشا بيتشا بيتشا. شو اللي بيتشا؟ أنا ماني فاهم، أنت بتقولي على أبوك إنه بيكي؟ يا أخي غالي الأطفال أرحموا الأبو شوية، بابا تليفون أنا مش هون، بابا فين؟ بابا زفت، يا عمي سيب بابا في حاله خلاص. يعني إحنا الصراحة اخترنا أغنية بابا نزل معاش على أغنية زهقان أو طفشان اللي لكن هذه الصراحة فيها تعدي بزيادة. خليني إياك يا بابا. طبعًا عشان الفلوس تصرف مو عشان إحنا نحبك الصراحة. طبعًا الآباء لكم أن تتخيلوا كيف ردت فعلهم تجاه هذه الأغنية. تعرف اللي كذا ايوه انا حابب اعلم بزورتي واطفالي انه انا عندي فلوس واتعلم وشوفوا كيف هي حالة ترك تسوي بالكريدت كارد. يلا يلا نروح. ايش الرساله اللي قاعده توصل؟ انا اشوف انه هذا غزو فكري، انا عن نفسي اشوف هذا غزو فكري. يعني تجيك حالة ترك تقعد تقول زهقانه وطفشانه نعلم الاطفال انه في طفش، وايش نسوي بعد الطفش بالاغنيه الجديده؟ نصرف فلوس الابو. انا اشوف هذا غزو فكري الصراحه. إيدي واوا إيدي واوا عيني واوا عقلي واوا. أحب الاغتسال صباحا ومساء، أساعد أيضا كل الأصدقاء. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة. يا بابا تيلي. في المرتبة الأولى ماما جابت بيبي لطيور الجنة. ماما جابت بيبي ماما 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 حتكون المركز الأول، ما فيها تفاهم، لحن مستفز، صوت كلمات شو منحب نلعب معه الغنينا بنطلعه. يا أخي تعرف لي اوكي الطفل يكون كيوت لما يتكلم، لما يرسلوا لك مقطع بالجوال وهو يقول تضحك، لكن لما انا اسمعك له اغنيه كامله وهو قاعد يغني وانت ما انت عارف ايش قاعد يقول، كلمات ما هي مفهومه وهو طول الوقت والاغنيه تكرار. يا الله ما الوعه الغالي مثل العمر. انا اتوب والله العظيم اخر مره خلاص، بس ما ابغى اسمع ما بجابت بيبي صراحه. في رساله نوعا ما نقدر يعني انا عن نفسي فهمت هذه هي الرساله، انه والله الولد الصغير لما يجي ولد بعده ما يحس انه اخذوا عليه الجو، لا انا اشارككم الفرحه انه ولد جميل وحلو وصغير، لكن ليش هذا الصوت المستفز؟ المفترض في سن المفترض ما يغنوا تحته، عارف خاص 5 سنين اللي تحت هذا اللي ما ابغى يغني، ما ماني فاهم في نص الكلمه، انا بدي اطلع ماتيريال للحلقه ماني فاهم ايش الكلام اللي بينقال، وبعدين في النص كده قلبت يلا تنام يلا تنام وحدي اكثر الحمام.
يلا تنام. هذه الأغنية اللي هي مستفزة أكثر، يعني أغنية مستفزة جوتها أغنية صغيرة، أغنية مستفزة، تعرف أغنية النكد حقت اللي أنت ما تبى تنام ويلا يبوك تنام. ليه يا أخي ما أبغى أسمع الأغاني دي أنا؟ مشكلة هذه الأغاني إن أنت ما تقدر تتحكم فيها، إذا كان في عيلتك في فرد صغير قاعد يسمعها وبتسمعها بتكرار فخلاص تكره، ما تقدر تتحكم إنك توقفها، لأنك لو وقفتها حتسمع فأنت مضطر تسمع. اتفقوا معنا في هذه القائمة؟ اكتبونا تحت في الكومنتات ايش في اغاني مستفزة ما ذكرناها، مع انه ما اعتقد يعني. وسبسكرايب ولايك وشير يوصلكم جديد التوب 5، واكتبونا لو حابين تشوفوا توب 5 جديد كذا، ما اعرف مثلا ممكن توب 5 مواقف محرج الفارس منها الاول والثاني الحلقتين حقته. نشوفكم. ايش الاسباب انه نحط في المركز الاول؟ اعفن شخصية كتبت في تلفاز هذا البطل الخارق صهيب، كتابة ضعيفة جدا، اخراج سيء جدا، الواحد يجتهد له بعض الاحيان زلات واخطاء، لكن القصة انا ماني فاهم، قصة مرة حلوة. معمل التورنت فين؟